الليبي جاهل مش مثقف، الليبي يجي لتونس يعمل العار. لا لا يا مثقف انت، الليبي موش جاهل، الليبي مازال يخاف ربي ومازال يعرف شو معناها سترة المرأة، ومازال ومازال. وحتى كان باش تقولوا الليبي يجوا لتونس، يجوا يعدوا، يجوا تم عباد تجيب عائلاتها لتونس، وش الليبي الكل خايبين راه، والباي والخايب في كل بلاصة. علاش انتم كلكم باهين في تونس، كلكم ملائكة في تونس، بالك شي ملائكة، ماكم فيكم اللي يكفر في ربي، وفيكم اللي يجي يكتب الكلام الزايد، وفيكم الزاني، وفيكم وفيكم. على خلاله في ليبيا ما زالت حاجه بركه النجم انا نقول لهم هكا، هي سترة المراه وحشمه المراه، اللي ما زالوا يستروا بالسهم، ما يخلوهمش يلبسوا خلاعي والشي على برا، يعني كيما اللي صاير في تونس مثلا يسر ساهل. معناها فاش الليبي جاهل، جاهل خاطر ما يتكلمش فرنسي ولا انجلي، لا لا، لغتنا اللغه نتاعنا اسلام يعني عربيه، أمة محمد تحكي عربية، ونقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما نقولوهاش بالفرنسي، نقولوها بالعربي، يعني هما ما شاء الله عليهم. يعني حسب شنو أنتم، شنو عملتوا بها الثقافة؟ هاكم في تونس ما فماش خدمة، هاو الأستاذ يقرأ يقرأ ويرقد، هاو الواحد يقرأ يقرأ ويرقد، شنية يعني؟ ليبيا جهال، الليبي هم جاهلين، الليبيا ليبيا يخافوا ربي ويعرفوا كلام ربي، الليبي يصلي، الليبي يزنى ويعمل الكل ويصلي، وانت تزنى وتعمل الكل وتقول في الكلام الزايد وما تصليش وما ترجعش لربي، ومستحيل ترجع لربي خاطرك زاني وفاسد. الليبي ما لا مقارنه بينك وبين الليبي، عايشه اي انسان يزرع في الفتنه، مانيش نعني على الناس الكل، واللي حكتها جنابه ويجي يجاوب في الكومنتات هذيك امورك، معاش تقارنوا ليبيا وتونس، ليبيا وتونس اخاوه عز. يعني لو انت عندك مشكله في ليبيا ولا اختك جاها ليبيين ولا اخت ليبي جاها تونسي، هذيك مشكلتكم في بعضكم مش مشكله دول. يعني ما بعدنا احنا على الليبي، مثال شو ما يزنوا ويعملوا فاسدين وبيهم وطاغين وعليهم، اما هم يستروا نساه، اما هم يصلوا يفسدوا ويصلوا، احنا نفسدوا ونعروا، احنا بعيدين على ربي، بعيدين بعيدين. فينا يمكن 50% تونسي باهي وصالح ربي في رايه، يعني كلهم معرين وكلها معريه وكلها تتعاند، شكون تلبس خلعه اكثر وشكون تعري اكثر، والراجل ولا ياخذ مرته عادي يعراها للرجال، عباره كنا يا صاحبي اجا معناها اي مرتيش عندهاش ما عنديش. انا دين تحكوا لي ديننا ما قالش هكا، مش كانت الدين الليبيه صحيح، حتى احنا مسلمين التوانسه ديننا عمره ما قال كيما هكا، ربي ما عمره ما قال كيما هكا، يعني عري وري ومن بعد كل الناس ما تقوليش راك غلط. حب كبير لتونس، حب كبير لليبيا، إن شاء الله ربي يبقى علينا الستر ولا للفتنة بالله.